السلام عليكم. دلوقتي عايزين نضيف برامبر يس اور نو في المشروع بتاعنا، فهروح لمانج واقول له ان انا عايز اضيف مثلا برامبر بروجكت برامبر، واقول له ضيف لي برامبر مثلا هل ببدا فاير ريتنج ولا لا. طيب هيبقى اكيد كومن، واختار هنا يس او نو واقول له ده هيبقى موجود في الابواب دورز، وبعد كده هروح هنا للسكادول بتاع الدورز واقول له ده في الوركينج. شوف بس السكادول سليم ولا لا. طيب في الفاير اللي احنا لسه عاملينها موجود ان احنا نعمل علامة صح او ان احنا نشيلها بالشكل دوت، وممكن نيجي هنا ونقول له انا عايز اضيف البرامتر على طول، واقول له البرامتر ده مثلا اف مثلا، وهقول له برضو هنا يس او نو، فاقدر اضيف البرامتر سواء من هنا او من هنا، وتشوف عايز تخليه تايب ولا انستنس.